الواحد فينا يفضل عمره كله يجري ويشقى ويتعب ويجي في لحظة هوب يسيب ده كله ويطلع فوق، ده بعد عمر طويل طبعا. احنا كلنا كنا متأكدين من كده. قلت يعني عشان يوم ما اموت اموت وانا مستريح. اتفضلي بقى من غير ما ترود وخلي الليلة دي تعدي على خير. زهدي ده التوقف بتاعي اللي في جي. خبر وفاة الفنان ودون جوان الدراما الفنان مصطفى فهمي كان خبر حزين جدا، أحزن كل المصريين مش بس المصريين كمان الجمهور في الوطن العربي، وده بسبب ما كان يتمتع به من وسامة وموهبة وذكاء في اختيار أدواره، وباختياره الأدوار الناجحة دي قدر إن هو يحصل على لقب دون جوان الدراما. مصطفى فهمي كان مثال للنجم الراقي، وده بشهادة كل اللي عرفه. القبض على شفيع ده تحصيل حاصل، المهم دلوقتي نعرف ايه حكاية فريدة عبد الحميد كمان. في الحقيقة يا فندم انا عندي تعليمات ان انا اسهر على راحتكم، ده طبعا اذا ما كانش هيزعجكم، وكويس جدا يبقى عندي نوباتشية هنا بالليل كمان. مصطفى فهمي مثال للرقي والشياكة والاحترام وابن الاصول. النبي بتاعك عرض عليا مبلغ كبير قوي عشان اخلي الناس دي تتناسي، جايز اكون نسيت اسمي من كتر الشغل ليل نهار. والحقيقة معزة الفنان مصطفى فهمي مش في قلوب جماهيره بس، كمان في قلب أخوه الفنان حسين فهمي أخوه الأكبر واللي كان بمثابة ضله ومرايته في الحياة. الحقيقة الفنان حسين فهمي فقد أهم شيء في حياته، أخوه الأصغر مصطفى فهمي، وانتشار أخبار قوية جدا على السوشيال ميديا إن الفنان حسين فهمي دخل المستشفى وإن في تكتم على الخبر دوا، وده بسبب حالته النفسية اللي ساءت بعد موت أخوه. اتقال ان حصل له انهيار عصبي، مش بس كده وارتفاع شديد في ضغط الدم. الامر ده قلق الناس جدا، وتوقعوا ان يحدث حالة وفاة لحسين فهمي لانه مش هيقدر يعيش بدون اخوه، ولكن طبعا كل دي تكهنات، يعني ربنا يديله طول العمر ويديله كمان الصحة. اما بقى عن حقيقة الخبر، عايز اقول لكم ان مفيش اخبار بتؤكد الموضوع ده، وان الفنان حسين فهمي الى الان ما زال يتمتع بصحة جيدة، ولكن بيعاني من الم الفراق طبعا لان اخوه كان ضله طول حياته، كان بمثابة الاب ليه على الرغم ان هو اصغر منه، كان بياخد رأيه في كل شيء، كانوا الاتنين ما بيتفرقوش ابدا. طب عايزين نتأكد ايه اللي حصل للفنان حسين فهمي؟ دلوقتي هنشوف مع بعض ونسمع الفنان تامر هجرس صديق الفنان حسين فهمي هيقول لنا حالته عاملة ازاي دلوقتي، وده من خلال حواره مع انجي علي اعلى نجوم اف ام. طمنا على استاذ حسين، يعني انا قلبي معاه. حرام، هو متأثر جدا، هو يعني هم كانوا قريبين قوي لبعض وشخصيه سيميلر قوي، وهو حسين يعني برضو اخوك الصغير مات، يعني دي حاجه فعلا مؤثره جدا، بس برضو يعني ربنا يصبره ويعدي المرحله دي. كانوا لسه مع بعض، كان بيقول انا كنت قاعد معاه، بيقول لي امبارح انا كنت قاعد معاه، اصلا كنا بنهرج ونضحك مع بعض، وتاني يوم ابنه بيكلمني بيقول لي اللي حصل. يعني الحمد لله، يعني الحمد لله على كل شيء، البقاء لله، الله يرحمه ويجعله من اهل الجنه يا رب. اللهم امين. دبر اهله. وبكده نكون عرفنا ان الاخبار المنتشره على السوشيال ميديا حول مرض الفنان حسين فهمي ودخوله العنايه المركزه اخبار عاريه تماما من الصحه. كل اللي حصل ان الفنان حسين فهمي زعلان جدا وحزين على موت اخوه، منهار نفسيا يعني، ربنا طبعا يصبره ويلهمه الصبر والسلوان. ومن الطبيعي بالرغم من الحزن ان الانسان بيمارس عمله، بيمارس عاداته اليوميه من اكل وشرب وعمل وغيره، علشان كده الفنان حسين فهمي هيحضر مهرجان القاهره السينمائي في دورته 45 ومؤتمر صحفي في المهرجان يوم 3 نوفمبر، يعني يوم الحد بكره ان شاء الله، وفي نفس اليوم بكره هيكون في العاصمه الاداريه في مسجد عمر مكرم عزاء الفنان مصطفى فهمي، وبرده طبعا بالتاكيد الفنان حسين فهمي هيحضره. طبعا في الصبح هيمارس عمله، ولكن بالليل هيتلقى العزاء في اخوه، ربنا يلهمه الصبر والسلوان. الفنان مصطفى فهمي في أيامه الأخيرة كان عنده أمنية لم تحقق. الحقيقة بعد ما عرف إن هو مصاب بسرطان المخ
كان مقرر ان هو يسافر امريكا علشان يتلقى العلاج الجديد. كان عنده امل وتفاؤل ان يتم شفاءه نهائيا من هذا المرض. علشان كده نصحه الدكتور اسامه حمدي الطبيب والصديق الشخصي للفنان مصطفى فهمي ان هو يسافر امريكا. الدكتور اسامه طبعا استاذ في جامعه هارفارد. ولكن الحقيقه القدر لم يمهله. بعد ما عمل العمليه في شهر 8 اغسطس اللي فات حدث انهيار في حالته الصحيه واصيب بجلطه وحدث مضاعفات بعد العمليه الى ان توفى. ربنا يرحمه يا رب. الحقيقه الموضوع ده خلى الناس تبحث عن تاريخ ميلاد الفنان مصطفى فهمي. عايز اقول لكم ان كان منتشر على السوشيال ميديا ان تاريخ ميلاده يوم 7 اغسطس عام 1942، ولكن الحقيقه اللي فجرها الدكتور اسامه حمدي واكدت عليها طليقته فاتن موسى ان الفنان مصطفى فهمي عمره 77 سنه بس مش 82. ونشرت بوست تاني غير البوست الاول اللي نعته فيه واللي اتكلمنا عنه في الفيديو اللي فات، وبتقول ان للحق ان عمره 77 سنه بس. هو البوست اللي انتوا شايفينه معايا ده، ولكن انا عايز اقول لكم ان السن في الاول وفي الاخر ما هو الا رقم. الفنان مصطفى فهمي كان عايش بقلب شاب صغير، وده اللي اكده الدكتور اسامه حمدي. الفنان مصطفى فهمي كان بيحب الرياضه جدا، بيحب السباحه، بيحب التنس، بيحب كل انواع الرياضه وبيمارسها دايما، ويمكن ده اللي ساعده ان هو يظهر بمظهر شبابي دايما. كان كلمه العمر بالنسبه له ملهاش وجود، حط مكانها كلمه السعاده. والحقيقه بعد ما نزلت فاتن موسى البوست التاني ده والنعي الاول اللي ذكرت فيه ان هي بتحب الفنان مصطفى فهمي لحد دلوقتي، وان في حد وشى ما بينهم متسبب في حدوث الطلاق، الكل انتقدها هنا. اشمعنى جايه تتكلم دلوقتي؟ ليه بعد انقضاء 3 سنين على الطلاق جايه بتتكلم دلوقتي؟ وبعد اتهامها ليه انه بخيل وان هو حرمها من حقوقها والموضوع وصل للقضاء، يعني كان بينهم زي ما بيقولوا بالبلدي مصانع الحداد، ايه اللي يخليها جايه دلوقتي تقول انها لسه بتحبه وان في حد وقع ما بينهم وحد قريب قوي؟ وهنا الناس فهمت انها تقصد الفنان حسين فهمي، وده لانه كان اقرب شخص ليه. وهنا الناس انتقدتها جدا. والحقيقه في وجهه نظر الشخصيه كان مفروض تنعاه بدون ذكر اي اسباب للطلاق، لان الموضوع ده فعلا انتهى من 3 سنين وما كانش ينفع انها تتكلم تاني فيه. ولكن طبعا كل انسان تفكيره غير التاني، يعني بيبص للامور من وجهه نظره هو الشخصيه. والحقيقه ما كانش ينفع ان هي تتكلم في تفاصيل الاسرار الشخصيه دي، وخصوصا ان طليقها خلاص توفى. دلوقتي بقى مع بعض هنشوف اهم اللقطات من الجنازه. الجنازه اللي كانت جنازه سريه حضرها طبعا 50 واحد فقط صلوا صلاه الجنازه على الفنان مصطفى فهمي. الأسرة حرصت على منع التصوير وإن صلاة الجنازة والدفن يكونوا قبل صلاة الظهر مباشرة. كانوا عايزين الموضوع كله يتم في هدوء، وفعلا ده اللي حصل. هنشوف دلوقتي أهم اللقطات من الجنازة واللي ظهرت فيها الفنانة ميرفت أمين وهي حزينة جدا. الحقيقة هي فنانة مرهفة الحس، وأي حد بيموت بتلاقيها إن هي بتكون أول واحدة من المعزيين. هسيبكوا دلوقتي تشوفوا لقطات من الجنازة، وطبعا في نهاية الفيديو بندعو للفنان مصطفى فهمي ان ربنا يرحمه وان ربنا يصبر اخوه شقيقه وسنده في الدنيا الوحيد الفنان حسين فهمي، واللي تأثر جدا بموت شقيقه الاصغر. اكتبوا دلوقتي دعوة للفنان مصطفى فهمي، واكتبوا كلمة مواساة للفنان حسين فهمي. بشكر طبعا كل متابعيني من كل انحاء الوطن العربي ومن كل انحاء الدنيا وفي مصر كمان. بشكركم لحسن متابعة الفيديوهات ومعرفة المعلومات عن كل النجوم اللي بتحبوهم من خلالنا. بشكركم المرة التانية، انتظرونا ان شاء الله في حلقة تانية.